صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك مناسبة في ذكر قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى بعد ذكره لإبراهيم عليه السلام؟ ألا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم؟ ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا تفسير لقوله ما في صحف موسى وإبراهيم، فهو مفسر. نعم.